ألا إنه المفوض إليه. التوكيل شيء والتفويض شيء آخر. أنت عندك شركة تقدر قيمتها بالملايين، عندك ولد تعتمد عليه كثيرا، يعمل في هذه الشركة بإشراف منك سنوات طويلة، هو يعمل، ما رأيت في هذه السنوات الطويلة منه إلا الخير، إلا الأمانة، إلا الحكمة في تصرفاته. بعد سنوات طويلة لازلت أنت لا تفوض الشركة إليه. نعم توكله في كثير من القضايا في الشركة، أما لازلت أنت المشرف على هذه الشركة. شركة تسوى ملايين، لا تفوضها ولو بالسنة مرة، ولو بالسنة مرتين تراجع تجرد الحساب في هذه الشركة. ولو أنك تسأل من هذا الولد البار بك عن بعض الأمور من الشركة، الشركة تكون تحت إشرافك، فأنت وكلته في بعض الأمور ولكنك ما فوضت الأمر، أمر الشركة إلى هذا الولد مع ما له من خصوصيات جيدة. هناك قاعدة تذكر، هذه القاعدة في علوم عديدة، حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد الشمول. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الكلمة ماذا يقول في خطبة الغدير؟ يقول إنه المفوض إليه. المفوض إليه ماذا؟ أي شيء فوض للإمام؟ المتعلق حذف، ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، حذفه. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إنه المفوض إليه كل شيء، كل ما في هذا الكون، كل عالم التشريع، كل عالم التكوين، كل شيء في هذا الكون مفوض إليه. الله سبحانه وتعالى كم له من أنبياء؟ عشرات الآلاف، 124,000 نبي، كلهم معصوم، كلهم في القمة، أفضلهم الرسل. أفضل الرسل أولو العزم. هل سمعتم يوما ما أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الكون كله إلى نبي من أنبيائه، إلى رسول من رسله، إلى أحد أولي العزم؟ كلا، باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى له ملائكة لا يحصي عددها إلا الله عز وجل، ليست بالمليارات، ليست بمليارات المليارات، لا، شيء فوق ذلك، كلهم معصومون. لعله أقول مئات الآلاف من الدرجات الملائكة، لعلهم ملايين الدرجات. هذا الملك في درجة، ملك ثاني فوقه، ملك آخر فوقه. هناك ستة سادات الملائكة، هناك أربعة أفضل هذه الستة. هل سمعتم أن الله سبحانه وتعالى يوما ما فوض أمر الكون كله إلى ملك من ملائكته؟ كم الملائكة عظماء، كم الملائكة لها قدرات. الملائكة مقتدرة جدا، أصلا شيء فوق الخيال، يعني ليست قوة ملايين البشر، ليست قوة مليارات البشر،
لا شيء آخر أصلا، حسابات ثانية، لها قدرات ومعصومة لا تخطأ. هل فوض الله سبحانه وتعالى، سمعتم يوما ما أن الله عز وجل فوض أمر الكون إلى ملك، إلى سادات الملائكة؟ هل سمعتم يوما ما أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الكون كله، أمر الخلق كله، إلى سيد الملائكة جبرائيل؟ جبرائيل تعلمون من هو؟ الذي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عنه ذي قوة، الله يقول عن هذه العبارة ذي قوة عند ذي العرش مكين، صاحب، الله يقول صاحب مكان عند ذي العرش، عند صاحب العرش. من هو جبرائيل؟ سمعتم يوما ما أن الله سبحانه وتعالى يفوض أمر الخلق كله إلى جبرائيل؟ كلا. ما الذي جمع الله سبحانه وتعالى في محمد وآل محمد؟ حتى يفوض أمر الخلق، أمر الكون تشريعا وتكوينا، يفوضه إليهم.